رغم التطور الكبير الذي شهدته الكرة المغربية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن نادي الوداد حتى الآن هو المتعثر الوحيد من المغاربة ضمن منافسات الموسم الحالي. وتستمر رحلة البحث من جانب إدارة نادي الوداد المغربية عن بديل مناسب للمدرب الأسبق وليد الركراكي الذي رحل لتولي قيادة أسود الأطلس. فما السبب في استمرار مسلسل تغيير المدربين؟ شهدت الكرة المغربية خلال الفترة الأخيرة حالة كبيرة من التطور على كل المستويات، سواء المنتخبات أو الأندية، خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في المونديال الأخير. المنتخب المغربي نجح في احتلال المركز الرابع في ترتيب بطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت للمرة الأولى على أرض عربية في قطر بعد أداء مثالي للفريق. ما قدمه المنتخب المغربي هو تعبير عن التطور الذي تشهده الكرة المغربية مؤخراً، بداية من المدربين واللاعبين إلى تنظيم الإدارة ومستويات الفرق المحلية. وخلال الموسم الحالي تسيطر عدة فرق مغربية على البطولات الإفريقية، من بينها الرجاء في دوري أبطال إفريقيا والجيش الملكي على مستوى الكونفدرالية. ورغم الصراع الشرس على لقب الدوري المحلي بين الجيش الملكي والفتح الرباطي والرجاء والوداد، إلا أن الأخير لا يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن. الوداد يعاني من استمرار تبديل المدربين بحثاً عن بديل مناسب لوليد الركراكي الذي ترك الفريق لتولي قيادة المنتخب المغربي بعد تتويج مع الوداد بالدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا. في الموسم الحالي يحتل الوداد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المحلي، لكنه على مستوى دوري أبطال إفريقيا لم يقدم المطلوب حتى الآن. خسر الوداد بعد رحيل الركراكي مبكراً في مونديال الأندية أمام الهلال السعودي بركلات الترجيح في الدوري الأول، قبل أن يخسر في بداية مشواره بدوري الأبطال أمام شبيبة القبائل، وأبقى على حظوظه بانتصار متواضع أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي. 4 مدربين تولوا قيادة الوداد المغربي حتى الآن، ومنذ رحيل الركراكي مع بداية الموسم الحالي، بداية مع الحسين عموتة، ثم حسن بن عشبية، ثم المهدي النفطي، وأخيراً كارلوس جاريدو الذي عاد لولاية جديدة مع الفريق. أهدر الوداد لقبين في الموسم الحالي بعد خسارة السوبر الإفريقية أمام نهضة بركان، ثم الخروج من كأس العالم، ما تسبب في طرح سؤال عن سر فشل المدربين الثلاثة. وأشارت تقارير إلى أن الاعتماد على بعض الوكلاء المبتدئين كان أحد الأسباب في هذه المسألة، مع استغلالهم اسم الوداد لبناء اسم كبير في مجال العمل. إضافة إلى التفريط في بعض اللاعبين مع بداية الموسم الحالي وعدم تعويضهم بصفقات على نفس المستوى، ووصل الأمر إلى وصف بعض اللاعبين الجدد بأنهم ليسوا حتى على مستوى احتياط الوداد.